توقعات برج السرطان ليوم الخميس الموافق 20/7/2023، في حين ان بعض الحاجات هتبقى بتنعم بيها بهدوء في حياتك، هتبقى انت في معارضة مع المريخ وزحل، ممكن تبقى بتسبب ليك تأخير مؤقت وتباطؤ مع العبور ده. كل ما دفعت ليك اكتر هتزداد مقاومتك اللي بتبقى بتواجهها، كل ده هيؤدي لنقد بناء وملاحظة ممكن تبقى غير مشجعة في بعض الأحيان. عشان تتخلص من تفكيرك هتبتدي تظهر عقبة ممكن تبقى بتؤدي لتباطؤ عندك، هيكون عندك إقناع للأشخاص اللي حواليك بأنه يتوافقوا مع خطتك. الموضوع هيبقى صعب جدا، لكن حتى لو كان الناس على استعداد ممكن تبتدي تسبب ليك الحاجات دي مشكلة. هيبدو ان كل المشكلات الميكانيكية اللي عندك، في مشكلات الكمبيوتر او الاتصالات، من المشاكل اللي بتبقى بترجعك للورا. لازم تراقب تركيزك على المدى الطويل بدل من انك تلاقي دايما صورة كبيرة للوضع. حتى لو حسيت بضيق او خنق من انك تعبر عن نفسك، فكر في ان الاجراءات اللي انت بتاخدها هتصحح بيها حاجات كتير، هترجعك وتواجه انتباهك بشكل كويس لتفاصيل اساسية. علاوة على كل ده هتستفيد وتركز اكتر. بالنسبة لحركة الكواكب النهاردة، هتشكل الشمس رحلة لنبتون في الصباح ده، كل ده هيشجعنا عشان نسيب الامور كلها تدفق بوتيرة حلوة. هيجيب لينا العبور طاقة سائلة جدا رشيقة جدا في يومنا، هنبقى بنوصل بسهولة لحدسنا، ممكن نتحرك لمساعدة نفسنا وندعمها ونديها اللي بتستحقه. من الأفضل لينا إننا نقلل من اهتماماتنا المادية على الأقل في الفترة المؤقتة. هنشوف أشخاص كتير والحياة نفسها هتبقى منظورها مختلف، منظور مش بيسمح لينا بأنه نلاقي الجمال في الاختلافات. مع ده هيبقى فيه معارضة ما بين مريخ وزحل بعد ظهر اليوم، هنبقى أكتر تسامح حتى لو ضغط علينا الوضع بشكل كبير. ممكن نتقابل النهاردة بالتكتل بدل من اننا نتعثر في انفسنا ونحاول اننا ندفع حاجات كتيرة بتتطلب مننا كتير من الوقت. هنتباطأ شوية ونضبط نفسنا شوية، هناخد كل ده في اعتبارنا. في الزاوية العملية هنحتاج اننا ندير كل تحقق في واقعنا ونبطئ فيه. هيبدو ان كل الظروف العامة عندنا والاشخاص بيقفوا في طريقنا للتقدم وبيثبطوا عن سعينا وراء رغباتنا، وده هيسبب لنا استياء وإحباط واضح جدا في تفاصيلنا، لغاية ما يدخل القمر لبرج العذراء في المساء من اليوم. هيخلينا حياتنا مثالية أكتر، بمجرد أننا نكتسب إحساس قوي بالواقع هنبقى حاسين أننا عارفين نبني نفسنا ونبني حماسنا.